اصحابنا وحبايبنا في عيله يسوع، برحب بيكم في فقره وجدت كلامك. انا النهارده معايا فيرو وشادي وسما وهولي وبيير. احنا جايين علشان ناكل من كلمه ربنا زي ما احنا متعودين طبعا، بس ده مش معناه اني همسك الكتاب كده واقطمه، لا، ده معناه ان انا لما اقرا الكتاب هستطعمه، يعني هستمتع بيه، وههضمه، يعني هفهمه وهحفظه. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، في وقت ينفع تقعد كده تاكل لوحدك. يعني ايه تاكل لوحدك؟ طماع يعني؟ لا، تاكل لوحدك يعني تاخد خلوتك، تاكل لوحدك يعني تبقى انت وربنا بس قاعدين مع بعض وبتاكلوا. الوقت ده وقت مهم جدا، عارفين ليه؟ لانه الوقت ده زي ما كنا بنسمع النهارده هو في حياتي بتترمم. عارفين الوقت ده بيحصل فيه ايه؟ كان كده ربنا بيمسك ايديا ويدخلني في جنينه مليانه شجر فيه فاكهه كتير، اصناف كتير قوي، وكل يوم اكل منه، كل يوم اصحابنا تاكل منه، وكل يوم وانا باكل منه افهم حاجه جديده. كانه هو بياكلني كده تفاح، بيقول لي انا بحبك يا بيير، او وهو بيكلم هولي وهو قاعد معاها بيقول لها هولي انا قلبي فيه غفران ناحيتك، وبيكلم فيرو يقول لها انا مليان سلام، قلبك ده انا هملاه بالسلام. الوقت ده زي ما بقول لكم مهم، لانه مش بس بسمع فيه كلام وحياتي بتترمم زي ما كان كوكي بتحكي لنا، لكن كمان اوقات الروح القدس يشاور لنا على حاجات زي ما يشيا كان بيعمل. يشيا اول ما لقى اصنام قام قرر يكسرها كلها. ده الوقت اللي ربنا فيه ممكن يشاور لك على حاجه ويقول لك في حته غضب كده انت محتاج تقول لها لا، او في حته عدم غفران انت محتاج تكسرها خالص من قلبك. عارفين اهم حاجه نعملها في الوقت ده ايه؟ ان احنا واحنا داخلين نقعد كده مع ربنا لوحدنا ناخد معانا كشكول. فاكرين الحلقه اللي فاتت انكل ميلاد كان بيحكي لنا عن صاحبتنا مريز؟ صاحبتنا مريز كان بتعمل حاجه حلوه قوي، كان عندها الكشكول بتاعها وبتكتب فيه كل يوم الايه اللي بتحبها، الايه اللي نورت في عينيها، الايه اللي ربنا كلمها فيها. على فكره انا امبارح كنت بسال اصحابي مين عنده كشكول زي ده، كلهم قالوا لي عندنا، عشان كده هم جابوه معاهم، احنا ممكن نبص عليه. الكشكول ده اكتب فيه الايه اللي بتاخدها كل يوم، اكتب فيه كمان ايه اللي انت فهمته من الايه دي. انا عايزه اشجع كل واحد فيكم، على فكره ده الكشكول بتاعي، انه يجيب كشكول ويزينه بالشكل اللي هو عايزه. ممكن نشوف كمان بتاع فيرو، زينه بالشكل اللي انت عايزه واكتب عليه وجدت كلامك فاكلته، عشان كل يوم تكتب فيه الايه اللي انت اكلتها. لكن عايزه كمان اقول لكم انه مهم جدا قعدتنا مع بعض دي، تعالوا نطلع نسمع الايه بتاعتنا ونرجع عشان ناكل مع بعض. ولو انت قاعد في البيت وفي حد في اوضه او حاجه قول له تعالى، عشان ده الوقت اللي هنتجمع فيه عشان ناكل مع بعض. يلا نطلع نسمع الايه ونرجع. واما انا وبيتي فنعبد الرب. يشوع 24:15. يلا نقول الآية كلنا مع بعض. أما أنا وبيتي فنعبد الرب. تاني، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. الآية دي هتلاقوها في يشوع 24. يلا نقولها تاني مع بعض. يشوع 24 15. انتوا عارفين يوشيا عمل كده بالظبط. يوشيا ما قالش انا هرمم البيت بتاعي بس، لا، قال انا هرمم الهيكل اللي في المدينه اللي بتعبد فيه المدينه بتاعتي كلها. وما قالش انا كفايه اكسر الاصنام اللي في البيت بتاعي بس، يعني كفايه عليا الاصنام اللي عندي. قال لا، انا هامر ان كل الاصنام اللي في مدينتي تتكسر. انتوا عارفين الوقت اللي بنتجمع فيه مع بعض عشان ناكل كلمه ربنا ده عامل زي ايه؟ عامل زي الديش بارتي. عارفين يعني ايه الديش بارتي؟ يعني حفلة أكل. في الحفلة دي كل واحد فينا بيجيب صنف ويبتدي يشارك بيه اخواته،
يعني لما نتجمع مع بعض كعيلة علشان ناكل كلمة ربنا ما تنساش تاخد معاك الكشكول بتاعك عشان تشارك بابا وماما وتشارك عيلتك بالآية اللي ربنا ادهالك بالكلمة اللي نورت في عينيك. انتوا عارفين يوشيا عرف يعمل كده ليه؟ يوشيا لما بص على نفسه كان ينفع يبص على نفسه يقول أنا صغير، صح؟ مش يوشيا كان صغير؟ مش احنا كنا عمالين نسمع ان يوشيا كان عنده كام سنة؟ 8 سنين. يوشيا بص على نفسه وقال أنا صغير، لكن بص على نفسه وقال أنا ملك، وعلشان أنا ملك يبقى أنا عندي سلطان وعندي مسؤولية كمان هعملها. وعمل إيه؟ قال لكل الناس اللي في المدينة يلا معايا تعالوا اعبدوا ربنا. هي دي الآية بتاعتنا النهاردة، يلا نقولها تاني ونعمل زي يوشيا. يلا يلا. وأما أنا وبيتي فلنعبد الرب. بس المرة دي هنقولها تاني، بس المرة دي هنعمل ايه؟ المرة دي هنقول أما أنا وبيتي. يلا نعمل بيت مع بعض كلنا، وبيتي فلنعبد الرب.